متحولة جنسيا، فكان ليك رد حب ان حضرتك توضحه للناس. والله يا فندم، لولا جدل الشكر لحضرتك انا لما طلعت الرأي العام بسبب تهديدات القتل وإيصالات الأمانة المزورة. يعني أنا حياتي مروعة، كل شوية بتكون في محكمة بإيصال أمانة مزور، وهذا إيصال أمانة مزور ب260,000 جنيه. ده اللي طلعت بسبب الرأي العام، مش لتشهير البنت. أنا قلت لهم تعالوا خدوا كل حاجة، مش عايز منكم حاجة خالص، لكن هم راحوا شافوني بالقيمة بتاعت الجامعة بدون إن أنا أمضي حتى إشكال في القانون عشان أطلبها طب شرعي. وده إيصال أمانة تاني، وده إيصال أمانة تاني ب260,000 جنيه، إجمالي 520,000 جنيه تزوير. وطعمت بالطب الشرعي وطلبت حالتها للنيابة العامة للتحقيق، والناس النيابة طلبتهم والناس دي ما راحتش، كل شوية بتكون في محكمة شك. أنا طلعت للرأي العام بخصوص إيصالة الأمانة وتهديدي بالقتل من جدودها المشكوك في حقها. تمام، يعني كل اللي حضرتك طالبه إن يكون في مساعدات من الدولة لإثبات حقك وإسقاط التزوير عنك. طبعا انا بنشد المسؤولين. حضرتك حاليا تزوجت، وبالنسبه لك الموضوع ده قد يكون صفحه وانطوت، لكن قصاد وصولات الامانه والتهديد بالقتل انت عندك مشكله معاهم. طبعا انا كل مشكلتي للراي العام، بنشد الساده المسؤولين كل الشكر والتقدير لجهه القضاء لانهم خلفاء الله في الارض. السيد النائب العام والساده القضاء ما يقبلوش ان انا اكون حادم مروعه بصلاه امانه مزوره وتهديد بالقتل. انا طرحتش للراي العام تفضيحه، انا طرحت من كتر الظلم والجبروت. دي ناس بتشتكيني طمعا فيا، كل شخص بيكون بصلاه امانه مزوره طمعا ان هم ياخدوا مني اموال، بدليل ان هم اشتكوني بالقيمه الجايه بدون ما يرد عليا محضر النيابه عشان عندي اشكال وطلبه طب شرعي. تمام، ده غير قانوني. حضرتك النهارده هتكون متواجد في قناه هي؟ ان شاء الله. على نتابع النهارده تفاصيل القضيه والموضوع كاملا، لكن احنا بنناشد الدولة انها تاخد قرارات سريعة جدا لانقاذ استاذ يسري. انا طالب بس الرحمة من القضاء المصري، لان القضاء المصري قضاء عادل ما يقبلش بالظلم ان انا اتهدد بالقتل وانشكل بصالة امانة مزورة واطعم في التزوير في الطب الشرعي في كل محكمة راح اطعم بالتزوير. ناس طمعانة فيا غرض مادي مش غرض ان هو تشهير. انا طرحت للرأي العام بتهديد بالقتل واتخاذ بصالة امانة مزورة بزورولوجي، وده ما يرضيش ربنا. تمام، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا.